المحكمة الإدارية بالرباط في تنظيم ندوات موازية للعمل القضائي اللي هو الاختصاص الأصلي ديال المحكم وهو تحكم النزاعات، ترد المحكمة الإدارية بالرباط مائدة مستديرة أو لنقل حوارا بين القضاة وبين المحيط القضائي، المحيط بما فيه مساعدي القضاء، بما فيه الناس اللي مباشرة هم مهتمين بالعمل القضائي. وفي هذا الإطار فكرنا في تعريف السادة القضاة وكافة المهتمين من محامين وخبراء وأجزاء جمعيين بجانب في الغالب نجهله وهو عمل الأمن العام للحكومة في إعداد النصوص وفي إعداد مشاريع القوانين والإكراهات والصعوبات والنقاشات التي تخيم على هذه المرحلة. المهم لأن العمل القضائي هو تطبيق النص القانوني، ونعرف بأن النص يحتمل عدة قراءات. إحنا الآن نحاول أن نهيئ الظروف لقراءة إيجابية، قراءة تحقق المبدأ الدستوري وهو التطبيق العادل للقانون. فالإطار تستضيف المحكمة ويشرفها أن تستضيف السيد مراد الفضيل اللي هو من الأطر العالية بأمن العام للحكومة، فهو مدير مركزي، ويشرفنا أن نفتح مع هذا الحوار من خلال عرض سيلقيه حول مسطرة التشريع، حول الصياغة القانونية، النص القانوني، حول ملائمة القوانين للاتفاقيات الدولية التي صادقة على المغرب بطبيعة الحال، ثم سيليها نقاش، والمهم هو النقاش الذي سيليها، وهذا كله يندرج ضمن مفهوم القضاء كسلطة، في المفهوم الرؤية القضائية التي نتوخاها ونتمنى أن تلقى النجاح وأن يكون لها جانب إيجابي على العمل القضائي كفؤ. وشكرا.